اللاعب المصري المحترف في تشكيلة فريق نادي الحسين إربد، دخول عامر وتسديدة الهدف الأول. عامر أبو عامر يتوج جهوده بهدف رائع، بهدف جميل لهذا اللاعب الشاب، يحرز الهدف الأول لفريق النادي الفيصلي. يتقدم الأزرق على الأصفر بهدف مقابل لا شيء. شاهدوا عامر أبو عامر، كرة من فوق يدي حارس المرمى عبد الله يوسف، يتحمل مسؤولية كبيرة هذا الحارس، والكرة كانت مفاجئة ومباغتة. راوغ بطريقة ممتازة عامر أبو عامر، واجتاز سمير كازان بطريقة ممتازة. شاهدوا اجتاز الأول، دخل وسدد بطريقة ممتازة، هدف رائع من الأهداف الجميلة لفريق النادي الفيصلي، يتقدم بهدف مقابل لا شيء.